بينضم إلنا بعد شوي، مبتكر حملة معا للجمال الطبيعي ومؤسس شركة بوبولينك للخدمات العالمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي لبيب شوفاني. حضرتك اللي يعني ابتكرت هذه الحملة وركزتوا تشتغلوا عليها خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، بخبرنا ليه شبكات التواصل الاجتماعي وشو إذا بدك ردود الفعل اللي تلقيتوها، شو كان صداها؟ نحن اول شيء عملنا بريس كونفرنس وعزلنا كل الميديا، وبعدين كنا عاملين استراتيجي لكل شيء خاصه بالسوشيال ميديا، لان بكل بساطه بتنعمل ببلاش وما بدك حدا يدعمك فيها. وإذا بغير يعني اذا بتعملها بالميديا التقليديه تي في او مجلات بيكون بدك دعم معين. بالسوشيال ميديا كنا عم نركز اكثر على البلوجينج، بمعنى انه كنا عم نعمل كثير ميك اب تيبس، لانه هو ايفنتشلي وقت تنقوا الميك اب ارتست تكون هن سبوكس بيرسون، هن اللي عم بيحكوا باسم الحمله. هو في هدف ثاني بس هن ما ذكروا، ما بعرف ليه، هو انه الميك اب بيكون ريبليسمنت لعمليه السكين اللي عم بنحط على الوجه. فالمدام مثل ما كان في بهذا اللاي اوت تبع الكامبين 3 ديفرنت ميك اب، ثلاثه انواع من الميك اب، فيها المراه تختار وتغير بدون ما تحط سكين على وجهها بس من خلال التكنيك تبع الالوان. ومشان هيك الناس اللي هن مانن اكسبرت بالميك اب عم نعمل بلوج توتوريالز، عم نعمل فيديو توتوريالز، عملنا كمان سوشيال اويرنس فيديوز كنتوا حطيتوه انتوا قبل اسمه ذا تروث، وهلا عم نعمل كمان اكثر بس كمان في مساله وقت وهيك. هي لما ينحكى عن شبكات التواصل الاجتماعي كثير عم ينحكى على قوتها السياسية، اليوم من خلال هذه الحملة عم نختبر أيضا قوتها إذا بدك الفنية أو الإنسانية أو الاجتماعية. ردود الفعل كيف؟ وهل عم تقدروا توصلوا للشريحة اللي كنتوا توصلوا لها؟ بصراحة يعني ما كنا أبدا عنا توقعات أنه توصل لهيدا السكسس. انكتب كثير بلوجز عن الكامبين، عم نحطهم دائما على الفان بيجز تبع الميك اب ارتست، بنعملهم دائما تويت. جامعات صار هن منهم لحالهم عم بيحكونا، في عنا جامعه العربيه بشهر مارش، عنا اللبنانيه، في اليو اي بي بعدنا مش اكيدين، في اليو اس تي، كلهم كثير محمسين انه يكونوا الميك اب ارتست عندهم، عم بيعملوا هيدا السيمينار. ونحن كمان بدنا نشتغل شوي على انديفيدجوال ليفل مع التلاميذ، انه يعلمون ولو بدقيقه كيف يقدروا يظبطوا وجههم. نعم. بدل ما اجاني يحطوا سكين. نحن عم نحكي مثل ما في تغيير بالميك اب، كمان عم نحكي هون بتغيير بالاستراتيجيات الاعلانيه والاعلاميه على كيف التواصل مع العالم، استخدام الانترنت، شبكات التواصل بطريقه يعني هالقد فاعله ومش بس التلفزيون. واثبتت هذه الحمله انه فيك توصلي، يعني مش ضروري بس توصلي بالتلفزيون، فيك توصلي كمان بكل هيدي الوسائل. كان في شريحه عمريه محدده هلا انت يعني ببالك انك تستهد فيها؟ انا بدي انه الجيل الجديد يتعلم من اخطاء الجيل القديم، قلتها بالمؤتمر وعم اقولها هلا. المشكله انه الضغوطات النفسيه اللي بتحطها السوسايتي، الماجازينز على الصبايا، الام ايام، الاب ايام، بحطوا ضغوطات نفسيه على التين ايج بطريقه انه مثلا الام انت مين بده يتجوزك، ليكي منخارك، لازم اعمل لك اياه، هيدا كلياته بياثر عليها نفسيا. الصبايا بهيدا العمر موجودين كثير بالسوشيال ميديا، بيقدروا يتواصلوا معنا اكثر، بتوصلهم المسج اكثر، بنحمسهم اكثر انه يقتنعوا بنفسهم، يحبوا حالهم مثل ما هن، مش بالضروره تشبه فلانه او علانه او تشبه امها، لانه ايام بقى الام بتكون كثير حلوه والبنت كثير عاديه، مش بالضروره، كل انسان مميز بطريقه معينه، وتحب حالها.